وهي بلشنا تسجيل الكاميرات تست 3 2 1 ممتاز. يا اليوم مش بس مراجعة صور، اليوم هيك متعة لذة بالنسبة لي، انه عم بشوف جهدي مش عم بروح هباء. سعيد جدا بالنتائج اللي عم تطلع ومش قادر اعبر عن فرحتي. هلا في اخبار حلوة نزلتها على ستوري الانستغرام، فروح على الانستغرام شوف الستوريز شو الاخبار الحلوة اللي عملتها مشان ما اخرب فيديو اليوتيوب واطوله. بدون اي تاخير اليوم بدنا نعمل مراجعة للتحدي الثامن، الا وهو انك تصور عملة ورقية او معدنية، لانه انا لخبطت بالفيديو الماضي، بستايل الفينتج بستايل التعتيق. نبلش باول صورة، الالوان اللون البني الفاهي جميل جدا، بس دينار محروق مش عارف اذا هذا اشي منيح او لا. بداية بدنا ننتبه الخلفية هون ممنوع، هذا الاشي ممنوع الخلفية تكون مطعوجة زي هيك، هاي لازم تتعبى زي هيك مثلا، وغير هيك لا يفضل الخط الفاصل هذا يكون واضح، بدنا نلاقي طريقة نخبيه لو كان الدينار مثلا اعلى شوي. غير هيك توزيع العناصر والصورة بدنا ننتبه، اول اشي في عنا هون تقريبا مستطيل وفي عنا عناصر دائرية هون، لا بدنا نوزعهم بطريقة افضل بالصورة. يعني لو نتخيل الدينار مثلا هون بنص الصورة، عنا عملة 2-3 مثلا، في اشي من فوق كمان يوازن الصورة وهكذا، فبدها بس شوية شغل اكثر من ناحية التكوين، بدنا نضيف عناصر، عبوا الصورة عناصر رح يساعدكم تتدربوا اكثر. اوش ايش ايشها، مش عملة اردنية، البنك المركزي العراقي 25 دينار، جميل. صدام حسين ايش هاي، بتعرف ان اول مرة بشوفها العملة العراقية، ايش اسمها دينار كمان، دينار عراقي، صدقوا ما بعرف. روز فوتو، حلو اللوجو هيك انيق تحت جميل. ايش اللي هون، مصرف الرافدين الشيك، عتيق مع الغليون اللي هون، ما شاء الله ما شاء الله. توزيع العناصر، هات خلينا نشوف توزيع العناصر. اول اشي عندنا ربع دائرة هون تقريبا زي هيك جاي، بعدين في عنا مستطيل هون جميل متناسق، عنا اتوقع اخذت منك وقت كثير هاي الصورة يا رزان، جميلة جميلة جميلة. هذا العنصر كمان جميل بالصورة، ارضية ممتازة ممتازة. هلا هون ما في فكرة مختلفة، بلشي استخدم طريقة سكامبر، حاولي يعني اوكي صورنا ورقة او عملة ورقية، لكن بدنا نطلع بفكرة غريبة شوي كمان، لانه زي ما حكيت جزء من التحكيم راح يكون على الابداع بالفكرة، الافكار الخلاقة. مرهون، لا من لا مال لمن لا تدبير له، ندى حلو، بحب كيف تاخذ الملاحظات على السريع هيك، اسم بسيط تحت، مونوبولي جميلة جدا الالوان، بس تأكدوا من هاي الشغلة الفينتج ما بتصور على إضاءة ضاوية كل مكان، يعني حاولوا تلغوا الإضاءة عن الخلفية، بتكون تعملوا لها كات، بتكون في ظلال لازم يكون بالمشهد. تمام حلو، بلشت تضيفوا. إيش السحر اللي هون، شوفي تحدي. هلا مش الكل راح يفهم القصة اللي هون، مش الكل، في البعض اللي بفهمها راح ينبسط، وفي ناس لسه لحد هسه ما اكتشف شو الطابق. عم بروح عليكم كثير يا حبايبي، في احاجي خلص خلينا نخربها، في احجي بكل فيديو، فدور على الاحجي وحاولوا تحلوها يا حبايبي. طيب معتصم نمري، هاي سحر يا معتصم، طلع كيف صفت ال بيشتغل بالسحر الاسود وكمان بالدولار ماسوني، خلص انكشف انكشف، بلغوا عنه الشرطه فورا. رهيبة توزيع العناصر هون، جميلة جدا، بس هذا سحر يا معلم، هذا عمل، عم بدعي على تحدي 30 صورة. ماشي، بس هاي شوي زاحلة هون، لو كانت لهون أكثر أفضل مشان تكمل توزيع الخماسي اللي هون. الإبرة واضحة مع أنها نقطة بيضة هون، تمام، جميل جدا، جميل جميل جميل، يسلم هيك فعلا صورة تحفة. في شغلة ممكن أضيفها، يمكن لو ضفنا كمان قطعة نقدية هون، بس يعني تطلع كان ناقصها هون بس واحدة، استنى زي هيك تمام، كانت فاضية لأنه آه
In the game of money, your only option is silence. حاب أعطيكم نصيحة لوجه الله تعالى حبايبي، انسوا موضوع التصوير والتصميم، استنى قرب الكاميرا عليه شوي عشان تشوف الموضوع جدي قديه. في كتاب اسمه كتاب الأب الغني والأب الفقير للكاتب روبرت كيوساكي، شيء زي هيك. زي ما أنا بشرح لكم عن التصميم والتصوير والفن والآخره، هذا الكتاب بيعلمك كيف تكون إنسان غني وثري. فاقرأوا هذا الكتاب، وهي نصيحة مني، انت حر ما بدك تقرأه ماشي تمام، بس إذا قرأته رح يغير مفهومك عن الحياة 180 درجة. أنا من وقت ما قرأته فعلا اكتشفت أنه عم بفكر بطريقة غلط تمام، وحياتي اختلفت، الأثار عم بشوفها هسه. فأقرأ هذا الكتاب تمام. خلينا نرجع للتحدي. أوكي نكمل. حلو، ستايل عتيق بورتريه. شوفوا كيف هون عمل كومباين للإيد مع المصاري. هاي السي من سكامبر، ممتاز جميل. Your only option is silence. بس هذا الفونت اللي هو تاع توم اند جيري صح؟ بس للمونوبولي ممكن، بس هذا مش سيريس الفونت. اتوقع هاي الصورة سيريس. مالك يا عوشق يا حبيبي، روق. فبدك فونت فيه زوايا حادة ويكون سيريس اكثر، جاد اكثر. طلعوا الكومباين ما احلاه. عندي، افتح الباب عادي، عم بصور، تعال خذه، راح تطلع بالفيديو. شوف الصورة محلاها. تعال شوف. طلبت منهم يصوروا عملة ورقية بس انه بطريقة مختلفة. اخوي عيسى شوف، هاي بالنسبة للصورة جميلة صح؟ 100%. ها تعال خذ كرسي، تعال نشوف الصور سوا اذا بدك. هاي كثير حلوة جواتها كثير. وين الأرنب؟ فريرو أرنب، هاي العضو الجديد في العائلة. عيسى تعال، العضو القديم في العائلة. ذبحتني 40 كيلو يا إخوان. وين الأسماء؟ هاي في أسماء. الاسم نور رموس، يسلم إيديك يا نورموس، يسلم إيديك. الصورة جميلة جدا جدا جدا، جد الفكرة رهيبة وواضحة. إيمان العباس حلو، عم تفرط. حلوة جميلة جدا كمان هون. بس ستايل الفينتج التعتيق حبايبي، قلت لكم ابعدوا عن الخلفيات الفاتحة والزاوية، خليها غامقة. خشب، هو عتيق قديم بني محروق. هذا هو الفينتج التعتيق. مونوبولي تمام، هاي المصاري هون، جميل جدا. جوردان بولي اوكي، وعتيقة تمام، جميل. وبحب انكم اخذتوا الملاحظات تاعت الالوان، انكم خفضتوا الساتوريشن تاع الالوان. بس هون هلا قلت لكم الهيستوغرام يكون غلط، بس مش هيك، استنى شوي. هلا خلينا نغمقها شوي ونسحب الشادوز زي هيك، نعتقها ونعطيها شويه لون بني. طلع الفرق، هي قبل وهي بعد. اوكي توزيع العناصر جميل، هاي كاميرا فوريه كانه. حلو كاميرا صح. عم تطبع مصاري انه صور الفراطه ونزلتها جميله. دمج، يعني هو عمل كومباين بين العمله الورقيه وبين الصوره الانستنت اللي بتطلع من الكاميرا، الارضيه الخشب، الخلفيه السوداء، الظلال. جميلة الصورة، جميلة جد جميلة. سلم ايديك يا كندا. اوه تعال شوف، انت شايف؟ جميلة والله، فكرة رهيبة. بس الظلال بدنا نركز على الظلال. استنى خلينا العب بالانستغرام شوي بالليفلز زي هيك. جميلة قارب، يعني دمجت بين العشرين الأزرق، خلتها بحر والدينار قارب. جميل جدا. حلو المقصلة، بس ما فهمت هون إيش 50 دينار أعدموا الدينار، ما فهمت وين فكرة المقصلة. المقصلة اللي هي قطعة إعدام بقصة الرأسية. من ناحية فكرة لسه ما وصلتني، لكن من ناحية التكوين جميل. هلا في عناصر مخفية كثير، يعني أوكي في عناصر هون بسيطة بس مخفية مع الباك جراوند واللي تحت. أعدم الخمسين، أوكي.
اسف اسع يعني انه الخمسين هي راسها نزل ممكن. هاتي نشوف اللي بعدها. هاي انت ايش؟ انا لقطها. تعرف شو هاي؟ هذا ايش الحبل؟ لا حبل غسيل، انه غسيل اموال. حلو جاي تغسل يعني. عتيق. جميل جدا. هاتوني، انت مش طالع على الكاميرا على فكره، انت بالاسود بالظل. هات الكرسي، تعال هات. هلا مطلوب منهم يصوروا عملة معدنية بستايل عتيق، هاي الفكرة. هلا ممكن يفكروا بإبداع ويضيفوا طرق مختلفة على الصورة. فهون مش عارف شو هاي العملة، هاي غريبة. ايش مكتوب هون؟ ايش هاي؟ روسي صح؟ روسي. هاي ممتازة كصورة تكوين، بس ما بعرف اذا في فكرة او لا، ما انتبهت لها صراحة. ممكن بارش حبه انه مخرج الجواب. ايش؟ وين مكتوب؟ 100 تساوي دينار؟ ما بعرف. او تساوي يمكن. دولار يعني؟ ما وصلتني. الرجل الحكيم هو من يملك المال في رأسه وليس في قلبه. احمد حبيبي، بس انتبه الاسم خليه من نفس الخلفية، حتى الكلمات اللي هون تطلع اللون الابيض بارز او شاذ عن الصورة، ف خليه. اه لا، يفترض الاسم يكون من نفس الصورة، فانه ما يكون ابيض، ما يكون ابيض، يكون من نفس الوان الصورة احسن، هيك افضل شوي. طلع هاي قبل وهي بعد، فممكن يخليه من نفس اللون الابيض الفاتح اذا بدي اخليها فاتحة، او ممكن انه يرسم باللون الاسود اللي هون نفس الاشي، اللون الاخضر كله بزبط مدام من نفس عناصر الصورة. طلع هون هيك بتحس انه اللوجو مش غريب، من نفس الصورة. حلو كربطة. انا ما فهمت هاي ايش يعني مقصود فيها. فستان قارب صار تحول بيمشي على خفيف بس ما يخرب الكاميرا. المال في رأسه وليس في قلبه، ما فهمت كثير صراحة. ما بفضل الاسم يكون بنص الصورة حبايبي، خليه لتحت أفضل. يعني بدكم تعاملوا هاي الصورة كأنها لوحة فنية، إشي راقي جدا إلكو، فما تخربها بتوقيعك. خليني بس أقرب العدسة. تمام، فيفضل عادي كفنان، وهاي فعلا لوحة فنية، أنت حط توقيعك تحت. تمام، جميلة جدا. نور زعتر، أيوة زي هيك، بس ما تخلوا كمان الاسم باللون الأبيض، اعطوه درجه من درجات الصوره. يعني هي خذوا اللون اللي هون مشان يبين انه هو من الصوره، او اللون الاحمر مثلا. هاي الصوره جميله، خلينا ارسم فوقيه مثلا، فانه تحسوه انه من نفس الصوره، ما يخرب على الصوره حبايبي. بدكم تنتبهوا لهي الشغله. او اذا بدي بختار من الفاتح اللي هون، يعني هي نفس الفكره، طلعوا هاي قبل هاي بعد، كله نفس الاشي، ولا انه يكون ابيض لحاله هيك شاذ عن الصوره. هل سيعود الحبيب؟ نعم، لا بدولار. ابراج اوكي. عيسى هاي راحت عليك. جميل، الأبراج. لا يفضل انها تنقص، الكلمات هون واضحة بس ما بعرف، لا يفضل انها تنقص. العملة النقدية التكوين، جميلة ستايل غريب فينتج، بس هذا قالب على أخضر كأنه. خليني بس أزبط ليه، بدي درجتين شوي لأنه كان قالب على أخضر، يعني هي قبل وهي بعد. اللون الأخضر مزعج للصورة، هي بعد هيك. الفينتج هو بني مش اخضر او اصفر. بدي ننتبه، ما بدي ابلش اعطي تقييم حبايبي، لكن بدي ننتبه لشغله. التقييم راح يكون على ثلاث شغلات: الجهد المبذول، هون في جهد مبذول، الفكره الابداعيه وجماليه الصوره. فهاي الثلاث اشياء اللي راح يتقيم عليها، فبدكم تنتبهوا، بدكم تحسبوا حساب هاي الثلاث اشياء. تعرف انه اول مره بحياتي بشوف النص دينار الورق؟ والله اول مره لي. بس بدنا توزيع العناصر، وحاولوا تلاقوا فكرة حبايبي، بدنا نلاقي أفكار. الضربات القوية لا تمزق الورق فقط، لكنها تسقل الحديد. ياسمين جميل جدا، الصورة كلها بني عتيق ماشي، كانها معدلة إنه الورق تبين أكثر. حلو، هي هنا فكرة، بس بدنا ننتبه هون الشاكوش مش مبين بسبب الخلفية اللي وراه، يعني غامق والخلفية غامقة، فلو كان فاتح أو عدلنا عليه بالفوتوشوب. خليني أفتحه زي هيك على السريع، بس دفته. تمام، مشان يبين يعني.
تمام. اوه نور الضحى، نور الضحى، حسيت حالي امريكي لهذه اللحظه. علاج مش عارف شو الكلمه، فراطه، دواء، صراحه هي علاج، دواء يعني الدينار المصاري. بس جميل التكوين، جميل جدا العناصر، عنصر هذا كان لازم يزيح شوي لهون، بس هذا عن هيك ممتاز، جميل جدا، يعطيكم العافيه ما شاء الله. خلينا اشيك على الكاميرا، يلا نوقف. ايش الامبراطور، جميل جدا، حلو اللون البني العتيق، عمله معدنيه، كرسي رهيب، جميلة جدا فعلا، قاعدة امبراطور. تعرف لو استغليت وجه الملك الموجود على العملة المعدنية وخليته مبين راح تطلع تحفة. هيك تجيب لك الخمسين وصورة الملك الوجه هون مبين وتقصه بطريقة انه يكون قاعد والوجه مبين. يا الله التفاصيل ضايعة والصورة كثير، الاكسبوجر تاعها لتحت. احنا بدنا نحاول نبين التفاصيل، ركزوا معي، نبين تفاصيل لكن نخلي الظلال غامقة. اوكي هاي قبل وهي بعد شوي، نبين التفاصيل بس خليها غامقة. نقبل المقايضة، البيض بالعملات المعدنية. اوكي تمام. بس عندك هنا هنا فراغ كثير حبيبي، ما له داعي بدك تنتبه. وهي صور عملة معدنية، بس حاول المرات الجاية تكون هي التركيز، هي العنصر المسيطر بالصورة. يعني هذا العنصر لازم ينزاح شوي لليمين، الطابعة ترفعها ككل، تصير هون، تصير كثير عالية مثلا لهون، والكرتونة هون. الراتب هيا شوت، والحبل 20 تمام. حصالة جميل جدا، اوكي استخدمتها للدراسة، يعني انه هي عم بتحوش للدراسة هون، طاقية التخرج. حلو جميل جميل، بدها تنقص من هاي الجهة لانه عنصر التركيز عندنا هي العملة اللي هون. خلي الفراغ هون متساوي هون وهون، جميل جدا جدا. روح طار. يا الله جوات عيسى، يا ايش طبيعي طار. يا الله جميله جميله جميله، تحويل جمله لصورة هذا إشي كثير صعب، وغير موضوع العصفور، يعني دمجة العصفور مع الباراشوت مع كلمة طار الراتب، جميلة 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 بستايل عتيق. يا الله هلأ الاسم من تحت ممتاز، لو خليناه باللون الفاتح كمان بزبط، ممتازة ممتازة ممتازة، العكس جميلة جدا. جمان جوهري، جميلة جدا الصورة، غسيل الأموال. حول الله يا رب يا شباب ذبحتونا، غسيل الأموال، فأنا الغسالة هي أفضل صديق لك، شكرا. هاي دعاية برسيل معلم. أو غسالات توشيبا، خليني بس أمغحي الصوت. في حدا ورا السجن، استنى مش فاهم، حرامي كأنه البيتكوين بالبرواز ولا خزنة هاي. طيب هاي صورة للبيتكوين وهو معاه مصاري وهيك واقعين، فهو عم بحاول مش عارف يسرق، وفي هون كأنه سجن عليه يعني، حرام مغطيه. الصورة عتيقة ومخيفة نوعا ما، زمان الحروب الاقتصادية يعني. يا جماعة خير ذبحتوني، جميل جدا جميل جميل جميل. هلا هاي لو كانت من اللون الفاتح، حبيبي ليش الخط قلب هيك، لو كانت هاي من اللون الفاتح لانه مش مبينه مع الخلفيه. حاول النص يعني، كيف انت اسمك هون كان غامق والخلفيه فاتحه، هذا بنسميه كونتراست، تباين. نفس الاشي يفضل الخط يكون في كونتراست بينه وبين الخلفيه، وغير هيك في عندك فراغ كثير كبير بالصوره من تحت، انتبه هذا ما له داعي. يعني عندك كتله بصريه هون، بعدين عندك كتله هون وفاضي من تحت، فبدنا ننتبه لهذه الشغلة. مكافحة التدخين توفر أموالا طائلة، التدخين يحرق تريليون دولار سنويا، لا تتردد في نشر هذا المنشور. جميل، ورقة محروقة تمام، صورة لعملة معدنية سوري.
جميل جميل ستايل عتيق. يسلم ايديك يا يسلم ايديك يا لمع. لون مش بني حاسه اصفر فبدي ازيد اللي هو 10 درجات هي قبل وبعد في لون اخضر. لا تسرف بالماء حتى ولو كنت على نهر جارف. جميل جميل رسالة معبرة. بدنا اسم. لا اله الا الله يا جماعة خير بدنا اسم. بدنا نعرف هاي الصور لمين. صورة عتيقة لعملة معدنية. تمام توزيع العناصر في عنا كتلة هون في عنا هاي تعتبر كتلة طبعا. في عنا هون كمان إطار وفي عنا اشي صغير هون. تمام ناقصها واحدة هون وعندك هون ناقص. هذا ما بيهمني هون هون ناقصنا عملة. هات نجرب نضيف القطعة هاي بالزاوية نشوف تتوازن او لا. هاي كلون نجرب واحدة هون مثلا شايفين خليها لتحت شوي. اوكي وممكن هون والله هات واحدة. تمام تمام عمل معدنية بالنص جميل وصورة عتيقة ممتاز. بس بدنا افكار افكار. لا حول الله يا رب. الاسم كثير صغير الاسم. هذا ابو طبنجة بس عملة ورقية فدمج الورق مع القماش عم بخيط عليها. تمام هاي الدمج صورة جميلة ممتاز ممتاز جميلة جدا. عندنا هون فراغ لازم يتعبى. الصورة فاضية لأنه من هون ما لها داعي. ايش هاي؟ من آخر العنقود على الشباك. لا هاي على المراي. هاي مش شباك مراي. من آخر العنقود هدية يعني من الولد الصغير. يعني هاي فيها رسالة شوي مخفية انه هاي هدية من ولد الصغير مثلا لأمه مثلا من آخر العنقود او من أخوه الصغير. بس جميلة. هنا الأسود ما إله داعي مخرب على الصورة مخرب توازن الصورة. هذا الفراغ اللي هون ممتاز مع انه هون فاتح واللون بني. في عنصر هون اوتو فوكس بس مش مخرب على الصورة لأنه صغير. جميلة. جنب العقرب لا تقرب جنب العدة افرش ونام. تمام عدة شغل. ايش اللي هاي بيضة يعني متغطية بحرام. اوكي هون في كومباين بس هون خربناها بالفلتر. بدنا تنتبهوا هون التعتيق خرب الصورة كثير. اول شي خلينا نخفف الالوان بعدين نروح على الهيستوغرام. خلينا شوي بدنا نبين تفاصيل عرفتوا يعني خلي التفاصيل تبين وخلي الظلال سودة. هاي طريقة او بتخلي الظلال فاهي عادي تزبط نفس الاشي خليها زي هيك. تمام هاي قبل وهي بعد بس ما تخليها كثير معتمة تروح تفاصيلها. جنب العقرب لا تقرب جنب العقرب افرش ونام. تمام لو كان واضح اكثر هذا شوي الكلام يعني ما يكون هيك مختفي مع الخلفية ومحطوط له ظل وستروك. نادرا ما نعمل هاي الحركة حبايبي ابعدوا عنها بالتصميم. ما بنحط ظل وستروك او اطار داير على الكلام بنفس الوقت. ما عمري شفته صراحة ما إلها داعي. يعني احنا دائما نستخدم الإفكتات لسبب. أنا ليش بدي أضيف الستروك؟ والله مشان تبين هاي الكلمات عن الخلفية. بعد ما حطيت إطار أبيض أحط ظل أسود. لا حرام هيك بدمر الدنيا. ميرا أبو عائشة. تمام جميل جدا جميل جدا دمجت بين الثنتين وصورت عملة. بس لكن حاولوا تزينوا الصورة. بدنا صورة جميلة كمان فيها تكوين إلى آخره وصوروا بالطول يا حبايبي. جميل رحاب خالد جميل جدا خلت العملة الورقية ورق نبتة. جميل جميلة بنص الصورة تعتيق ورا. يعني أظن أهليكوا بعد ما شافوا هذا المنظر نص كوبات في الشارع. جميلة هاي رهيبة يا هدى عبد. جميلة جميلة الوقت من ذهب خلينا نسميها. هاي لو كتبنا الوقت من ذهب مثلا خلي بكل صورة قصة. جميل جدا. شيك ميت كش ملك. طب اسمع كملها استنى. لا معقول عملها انه على اساس شيك ميت حقيقي يعني لو حللتها راح تطلع لوحة شطرنج حقيقية. استنى خلينا اوضح الصورة. لو عملت هاي الحركة مين اول اشي مين بلال بيكسل. تمام طيب خليني الفها مشان اشوف اذا جد لوحة شطرنج. هلا الملك هون كش ملك. طيب مين اللي بدي اكله هلا المفروض العشرة والشلن هم يكونوا البيضة فما راح يحشر الملك. الربع دينار شو بدها تكون الفيل ولا القلعة؟ لا هي القلعة بالزاوية انا مش شايف شو. اسمع اظن انه لا هي في نص دينار. النص دينار بده يكون الوزير.
فهو حشر الملك من هون مثلا، والربع دينار ايش بعد الوزير ديجي؟ الفيل. فالربع دينار لا ما حشر الملك، معناته بده يكون قلعة. اذا بده يكون حشر الملك لا هي مش تعبان عليها والله يا بلال. اسمع اعملها لوحة شطرنج، والله انا فكرة. اسمع اعمل لوحة شطرنج، وزع عليها المصاري، جيب الملك بس ابعد عن العملة الأردنية مشان ما يكون في ملك واقع وملك واقف إلى آخره. حاول عملة مونوبولي مثلا أو أي عملة ما بنعرفها غريبة أو قديمة، وخليها فعلا أنه عملة. الدولار مثلا ضد الين الياباني مثلا أو الصيني أو العملة الصينية، بعرف شو العملة الصينية، ين أتوقع. فخليهم ضد بعض، وكيف أنه كش ملك عم توقع العملة الصينية اوكي، ووزع النص دولار مثلا العمله المعدنيه تكون الفيل والوزير والى اخره والحصان. عم فتح حتى توقيعه رسمي بايده. جميل. جميل اوكي. قلم هون بس انا ما فهمت ايش الاستخدام، بس فاضيه حبيبي، فاضي كثير هون لو كتبت رساله مثلا، لانه هون فاضي ما له داعي، بس جميله صوره حلوه. اوكي عم بتفش هون، هي عم بتنظف، عم بنظف العمله مثلا اوكي، وهو عم بتفشه يعني، هو بده يوقع ابنه وهو عم بنظف. هاي ما فهمت صراحه. او يمكن عم بركي له اياه يمكن بس مشان هو ينظف الصوره. تمام، غسيل اموال ممكن، ممكن نقولها زي غسيل اموال. بس ناقصه توقيع هون حبايبي. صوره عتيقه جدا بنعكي. هلا اللي بده يشارك بالتحدي حتى هسه ما في مشكله حبايبي، بس زي ما حكيت ما بتاهل للجائزه، فاذا بده يشارك بهدف التدريب ما عندي اي مشكله. جميلة، مبين زي برج لكن جميلة. جميلة ما شاء الله عليكم. ساع الوضع خرافي جدا 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 جدا، شكرا لكم. النتيجة رهيبة صراحة، سعيد جدا باللي عم بطلع قدام. زي ما حكيت بستوري الانستغرام حبايبي، في شغلتين جداد صاروا بسبب ابداعكم، لانه زي ما حكيت هاي سنة عطاء لي ولكل مبدع بيستاهل الدعم. فزدت الجائزة 100 دينار اردني كمان، يعني في 150 دينار مني ومن سعيد، و100 كوبون من يوكام، وهي زدناها 100 دينار مني. تمام، هلا ال100 دينار اللي انا زدتها اخر شيء يوم الايفنت راح اطلب منكم تصويت انه تكون مركز ثاني ولا نضيف على المركز الاول، كلها جائزة تكون مع بعض. تمام، الاشي الثاني اللي زدته ان شاء الله بعد هذا الفيديو هلا اللي راح ينزل راح تحضروه خلال فتره قصيره، خلال يوم راح يتفعل عندي خاصيه الربح من الاعلانات. هلا حاليا الاعلانات تطلع قدامكم لكن انا ما بربح منها اي شيء، لكن اذا حضرتوا هذا الفيديو، اذا حضروا تقريبا نحكي 100 شخص حضروه بالكامل من اوله لاخره، راح تتفاعل عندي هاي الخاصية خلال يوم، بيعطوني الموافقة. ما بعرف قد ايه المدة، هاي أول مرة إلي. فكل قرش بدخلني أنا كليو من الأرباح، لأن الأرباح تنقسم لليوتيوب وإلي، فكل إشي بيجيني أنا من اليوم لحد يوم الإيفنت اللي راح نعلن فيه الفائز اللي هو تقريبا ثالث يوم العيد، كل الأرباح هاي راح تكون كمان جائزة راح أضيفها قد ما تكون. تمام، فكيف ممكن تزيدوا الأرباح؟ زي ما حكيت لكم تكبسوا على الإعلانات اللي بتطلع بالفيديو، تحضروها بالكامل. هاي كلها أنت لما تكبس هيك كأنه أنت دفعت دينار إلي، فنص دينار بيروح مثلا أو دولار، نص دولار بيروح لليوتيوب ونص دولار بيجيني أنا. فكله هذا راح أحاول شو راح أفرجيكم إياه يوم الإيفنت، راح أفتح قدامكم اليوتيوب أفرجيكم قدير ربحت وأزيدوا على الجائزة. وكمان ممكن نصوت إنه نزيد على الجائزة المركز الأول ولا نضيف مركز ثالث مثلا من أرباح اليوتيوب. تمام حبايبي، بدون اي تاخير خليني احكي عن التحدي التاسع. في ناس عرفوه من قبل، ابصر كيف اسالوهم اذا بدكم. التحدي التاسع والاخير في مرحله التعتيق الفينتج، التحدي الجاي راح يكون مرحله ثانيه، فراح يكون انك تصور فرشايه اسنان، فرشاه اسنان بالستايل العتيق الفينتج. هذا هو التحدي التاسع حبايبي. تمام، للتاكيد بدك تبين فرشاه بستايل عتيق وتطلعها صوره حلوه، هذا اولا تبذل مجهود فيها مشان تاخذ تقييم اعلى وقت المسابقه، وثالثا تكون فكرتها غريبه ابداعيه. طيب كيف حكينا نطلع فكره ابداعيه؟ عن طريق اسلوب سكامبر، حكينا عن السبستيتوت والكومباين السي. اليوم بدنا نحكي عن الاي اللي هي الطريقه الثالثه، والمقصود فيها ادابت او التكيف، انه انت تحط الفرشاي ببيئه غريبه او
تضيف عليها عناصر تتكيف معها. فمثلا لو هاي الفرشاي كانت تحت البحر مثلا، سمكة بدها تفرشي فيها، ما حدا يصور هاي الصورة، تاخذوا تسرقوش الفكرة منها، عشان هيك بحاول اني ما اشرح كثير. التكيف انه مثلا لو سمكة بدها تستخدم هاي الفرشاي، شو رح يتغير على شكل هالفرشاي؟ كيف بدها تتكيف مع هاي البيئة الجديدة او مع هذا الاستخدام الجديد نوعا ما، تمام؟ او بدنا نخلي فرشاي للاطفال، كيف ممكن نخليها تتكيف مشان الاطفال يستخدموها، بدها تكون اصغر، الوانها غير، وهكذا. فهاي واحدة من الطرق السبعة بسكامبر انه انت تطلع بفكرة مختلفة، تمام؟ حبايبي جد شكرا من القلب انه مش عم بتضيعوا تعبي، انتوا ما بتصدقوا كمية الجهد المبذول بهاي الفيديوهات وبهاي المسابقة خصوصا وبهذا التحدي، ما بتصدقوا كمية الفرحة لما اشوف النتيجة الخرافية اللي عم تطلعوا فيها. فجد شكرا من القلب، وركزوا هاي الجملة دائما وابدا يا حبايبي، لانه عم تبعثولي انه يلي عم شوف البقية مبدعين وانا لا. حبايبي كل واحد فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصة بأسلوبه الخاص، كل واحد له أسلوبه وطريقة تفكيره، فالكل مبدع، كل شخص صغير كبير وين مكان هو مبدع لكن له أسلوبه الخاص. يمكن ما يكون أسلوبك بالتصوير أو بنوع، يمكن تكون مبدع بتصوير الطعام أكثر، فكيف دي ألاقي لي الأسلوب تاعي؟ بس فتش أكثر، جرب أكثر ستايلات ثانية إلى آخره لحد ما تلاقي إشي فعلا يطلع معك خرافي. بشوفكم في تحدي بكرة إن شاء الله، ويا رب يا رب أنا متحمس جدا للمرحلة الأخيرة، المرحلة الأخيرة راح تكون نقلة نوعية لكم. يعطيكم العافية حبايبي وشكرا من القلب يا أخي رهيب.